للعالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من أعظم أنواع الرحمات الرحمة بالأطفال، لا سيما الأحفاد الذين يعيشون أجمل ذكرى مع الأجداد، يتذكرونهم بعد ذلك بالرحمات وبالدعوات، لأنهم ما رأوا منهم إلا كل جمال وكل رحمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر. في أحد الأيام كان يقبل أحد أحفاده الحسن أو الحسين، ودخل عليه صاحبه فقال: يا رسول الله، وأخبره أن له 10 من الأولاد ما قبل منهم واحدة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: وما أصنع لك إذا كانت الرحمة نزعت من قلبك؟ ثم يخبره: من لا يرحم لا يرحم. بل وصلت رحمته صلى الله عليه وسلم بأحفاده حتى في صلاته. كان صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل السيدة أمامة بنت زينب على عاتقه، فإذا ركع أو سجد وضعها، ثم إذا قام حملها وهو ما بين يدي ربه. وكيف لا وهو الذي تعلم الرحمة منه وأخبرنا، فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. حتى وصل الأمر لسجوده وهو يؤم المسلمين. سيدنا شداد بن الهاد في أحد الأيام يخبرنا بأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. سيدنا النبي طول فأطال ثم أطال، فسيدنا شداد قال: فرفعت رأسي فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى ظهره أحد أحفاده، إما الحسن أو الحسين، شك في هذا، على ظهره يلعب. فعاد إلى سجوده، فلما انتهت الصلاة سأله الناس: يا رسول الله، لقد أطلت في السجود بصورة ما كنا نعهدها من قبل ذلك، أنزل الوحي؟ أحدث أمر؟ فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل ذلك لم يكن إذا ما كان يا رسول الله. قال: إن ابني ارتحلني، الحفيد كان على ظهري، فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته، كرهت أن أنزله من على ظهري قبل أن ينزل بإرادته وبمحبته. هذه هي رحمته. يجب أن نعيش مع أولادنا ومع أحفادنا بالرحمة وبالجمال، لأن هذا ما يعيش في ذكراهم وفي مخيلتهم. وإذا ما فارقنا الدنيا عشنا في آخرتنا بدعواتهم. فاللهم اجعلنا من عبادك المرحومين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.